ورجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا. المرأة نص المجتمع، ربنا جعلها شريكة للرجل في إعمار الأرض. المرأة تستطيع بمقاومتها ومميزاتها أن تفيد من أي مكان ومن أي موقع. عشان المرأة غنى الشعراء وسطرت الكتب ورسمت أجمل اللوحات، ولأجل المرأة كانت هناك العديد والعديد من المؤسسات في المجتمع المدني لدعم المرأة وبحث قضاياها. واحدة من أهم هذه المنظمات على المستوى المصري والمستوى العربي الحقيقة كله شبكة أعلام المرأة العربية. يسعدنا في الحلقة دي وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة ان احنا ينورنا ونستضيف هنا في الاستوديو قيادات من شبكة اعلام المرأة العربية. معانا الكاتب الصحفي الكبير دكتور معتز صلاح الدين رئيس شبكة اعلام المرأة العربية. اهلا بحضرتك يا فندم. والاستاذة امنة محسن العبد الامين العام المساعد لشبكة اعلام المرأة العربية، حضرتك من دولة اليمن. اهلا بيكي. اهلا وسهلا. ودكتورة هالة سكر خبيرة التنمية البشرية وعضو المجلس الاستشاري بشبكة اعلام المرأة العربية، اهلا بيكم، نورتونا وسعداء جدا بمثل هذه المنظمات الداعمة للمرأة، ومش بس على المستوى المصري، على المستوى العربي كله. نبدأ من حضرتك دكتور معتز، يا ريت تكلمنا عن شبكة أعلام المرأة العربية ودورها في القضايا اللي بتخص المرأة في المجتمع المصري والعربي. شبكة أعلام المرأة العربية تشرفت بتأسيسها في 15 مارس 2015 من 6 سنوات. حاليا تضم قيادات من 18 دولة عربية. هي منصة إعلامية كبرى لتسليط الضوء على نجاحات المرأة العربية ومساندتها إعلاميا وقانونيا ومعنويا ونفسيا في كل المجالات. أيضا احنا لنا بروتوكولات تعاون مع بعض المنظمات المرأة العربية في أوروبا زي اتحاد النساء العربيات في هولندا، ولنا الأستاذة إيمان وهمان هي ممثلة الشبكة في إدارة الإعلام في الأمم المتحدة. احنا كشبكة إعلامية القيادات 191 قيادة، 7 رجال والباقي سيدات. كل بس معاكوا 7 رجال. 7 رجال انا منهم، يبقى 6 غيري يعني. ومعانا حوالي 6000 عضو يعني، معانا من جنسيات مختلفة. من جنسيات دكتور عربية. الأمين العام للشبكة السفيرة ابتسام زيدان من فلسطين. الأمين العام المساعد السفيرة الأستاذة أمنة محسن العبد من اليمن. رئيسة المكتب التنفيذي الدكتورة سعاد السويدان من الكويت. نائب رئيس المكتب التنفيذي الأستاذة آية السيف من تونس. رئيس المجلس الاستشاري الاستاذ احمد سمير مصري. والاعضاء بقى من مختلف هذه الدول، ونائب رئيس المجلس الاستشاري من نشاط مجتمع مدني بيجمع الوطن العربي جدا. نائب رئيس المجلس الاستشاري الدكتوره مريم البتول الكندري استاذ بالجامعه الامريكيه، وهي من السودان. هي الرياده طبعا المصريه ما حدش يقدر يعني يتكلم في دورها في تجميع الجميع طبعا الوطن يا مصر العربي. دايما هي ام الدنيا ومجمعه للوطن العربي، واحنا بنقوم بمبادرات وبنقوم بمسابقات للمراه بنبرزها في افضل مجال، والحمد لله يعني حققنا الكثير على الارض. حضرتك اصدرت بيان في الشبكه اللي احنا فعلا بنجد انها بتلم الشمل العربي كله وبنشكركم عليها. اصدرت بيان بمناسبه اليوم العالمي للمراه. مظبوط. كان البيان اهم بنوده سريعا. ابرز بنود هذا البيان ان احنا بنرفض ظاهره العنف ضد المراه في زمن كورونا. خلال عام كامل تعرضت المرأة لعنف كبير، حتى أن بعض الدول أنشأت دور لرعاية وإيواء المرأة المعنفة خلال أزمة كورونا، وزادت بمعدلات في بعض الدول لخمس أضعاف. إحنا كنا ننتظر أن يكون هناك احتواء للمرأة، إحساسها بالأمان، لكن للأسف الظاهرة دي عالمية وعربية، وليست عربية للأسف ولا يعني مصرية أيوه ولا عربية فقط. هي ظاهرة مؤسفة، وإحنا بنحاول نواجهها. بطالبنا الجهات الرسمية بمزيد من تشريعات، تجديد التشريعات، وبنقوم ببرامج توعوية سواء على اليوتيوب أو من خلال ظهورنا التلفزيوني بنعمل توعية. وفي نفس الوقت احنا بنرى ان هذه الظاهرة هي ظاهرة يعني مهينة، ونتمنى ان تنتهي. ايضا اظهرنا العديد من مبادراتنا خلال أزمة كورونا،
منها اقفل 10 اسر ايوه، وايضا تصالحوا في زمن كورونا، وبادره جبر الخواطر، وان احنا ايضا في البيان ده دعمنا نفسيا 1692 حاله في 18 دوله عربيه مصابه بكورونا، والحمد لله اكثر من 95% منهم تمثلوا للشفاء. مش عاوز اطول برضو، لا عشان انا عايزه بس اعرف وجهه نظر حضرتك في المراه في ال 20 سنه اللي فاتوا، وصلت لايه؟ كان يعني التحديات في صالحها ولا ضدها ولا ايه؟ وخلينا نستثني السبع سنين اللي فاتوا، لان انا عارفه انه تمكين المراه في السبع سنين اللي قبل سنه 21 والى الان يعني تمكين غير مسبوق طبعا. خلينا نتكلم في الفتره اللي قبلها، هل المجتمع كان بدا يتعامل مع المراه بشكل اكثر تحضر؟ تختلف من دوله لاخرى يعني. لما نقول ان اول مثلا نائبه كانت سنه 56 في مصر، اول وزيره في الستينات كانت طبعا راوي عطيه، بعد كده في الستينات عائشه راتب اول وزيره، بعد كده بدا التمكين في الدول كلها. طب هل بقى الفتره بتاعت الموروثات الثقافيه اللي مرت علينا وكانت دخيله اثرت على يعني مثلا في مصر 27% من نائبات في البرلمان نساء، 25% وفقا للدستور و2% حاليا طبعا ربع مجلس الوزراء سيدات، وده موجود ايضا في دول كثيره جدا. أيوة، اغلب الدول اصبح فيها هذا التمكين للمراه. احنا عايزين نتكلم بقى في اليمن استاذه امنه، ايه اهم التحديات اللي بتواجهها المراه في اليمن في الفتره الحاليه؟ اول مره بسم الله الرحمن الرحيم، واحب يعني ان اهني المراه العربيه والمراه اليمنيه والعالميه، باعتبار ان 8 مارس هو يوم عالمي على مستوى كل الاوطان. واتمنى ان شاء الله ان المراه تحقق كثير من المكاسب. المراه في اليمن في بدايه قبل الحرب طبعا كانت هناك في مكاسب تحصلت عليها وله ضئيله يعني، ولكن الان باعتبار الحرب والنزاعات المسلحه كثير من الحقوق التي تحصلت عليها في تلك الفتره بدأت يعني تتضاءل، وعدم المساواة أيضا. الآن الحكومة التي صدرت في تعينت في اليمن تخلو من كل المقاعد التي ده دور بقى منظمات المجتمع المرئي المدني وشبكة كبيرة زي شبكتكم يا فندم. نحن يعني كشبكة أوصال في جميع الوطن العربي طبعا، نحن كشبكة لنا تواصل في مع الدكتور معتز وايضا في اليمن. شبكتنا تقوم طبعا بالتوعيه ايضا بالتمثيل، وكذلك الان احنا عاملين العام علينا يعني عام العام هذا يكون عام النساء. كل المنظمات زي ما ذكرتي منظمات المجتمع المدني متكاتفه باخراج يعني مسيرات سلميه فيها مطالبات، يعني لازم هذا العام تكون لنا مطالب محققة، باعتبار ان احنا حققنا كثير من المكاسب ولو حتى احنا يعني اقل لو من 30%. اهم مطالب المرأة اليمنية ممكن نحطهم في 1 2 3 كده باختصار؟ باختصار اول مرة العنف يعني وعدم مساواتها مع اخيها الرجل، شيء ثاني خلوها الان من المناصب القيادية، هي صح موجودة في كل الحياة ومثقفة أعتقد اليمنيات على تعليم عالي وعندهم يعني تعليم مسموح، والنساء يعني في اليمن هم خريجات وعندنا أعداد كبيرة خريجات من الجامعة من الاستقرار الأسري في ظل الحرب. وهنروح دلوقتي للدكتورة هيلة برضو نسألها إزاي الزوج والزوجة أو الخطيب وخطيبته يعني يبقوا داخلين على جواز او حتى وهم متجوزين، ازاي نستخدم اساليب التنميه البشريه في ان احنا المجتمع يصبح اكثر استقرارا سواء في اليمن او في مصر. اولا انا بشكرك جدا لاستضافتنا النهارده، نورتينا ربنا يخليكي، وبقول لكل امراه انت مش محتاجه يوم عالمي، انت اللي بتعملي عيد وكل سعاده، انت رمز السعاده للحياه. كل خطيب وخطيبه، انا من زمان بقول انه يا ريت يبقى في جهه تدي ثقافه يعني ايه جواز. ما احنا بنتكلم كده يقول لك اصل ده كلام نظري وبساعه التطبيق مش عارف ازاي. انا مش عارفه ازاي نوصل الفكره دي للشباب، يعني نقول لهم انه فعلا لازم نروح لاهل العلم يا جماعه، ولازم مكاتب ارشاد، مكاتب ارشاد بالظبط، لازم يبقى في مكاتب. هو مش دلوقتي المفروض بيعملوا تحاليل طبيه؟ اعتقد قبل الجواز. طب وبالنسبه للصحه النفسيه هي دي بقى
يعني لازم لها برضو تحاليل صحة نفسية. فلازم يبقى فيه إحنا مثلا كخبراء تنمية بشرية، طب يستعينوا بينا إحنا موجودين، نقدر نعمل فعلا دورات تدريبية لزيادة التوعية للشباب. إنه والحمد لله على فكرة مراكز التدريب التنمية البشرية دلوقتي فيها كم شباب كتير قوي، فدي بشرة خير. بشرة خير. إنما زي ما قلتي حضرتك من شوية إنه بعد الجواز بقى بيبقى الناحيه العمليه موضوع تاني بقى. يعني عارفه عايزين دورات بقى، وعايز صياغه، عايز كتب، انا مش عارفه هو عايز مش ايه. مش بس صياغه وكتب، هو لازم فهم سليم يعني ايه جواز. انا بختار زوج على اي معيار؟ انا بختار بمشاعر، بختار بعقل، بختار بالاثنين. طب بختار ازاي يا دكتوره؟ بختار هقول لك حاجه، بختار المناسب. يعني اصل المناسب ده هو ما هوش شرط اللي هو بحبه قوي، ولا اللي هو عقلي قال قبله بس. ما هو دايما اقول ايه، امشي بعقلك وخد قلبك معاك. بس ده لازم يقيم الموضوع. انا عموما من محبي الحب جدا، الحب شيء مهم لان هو ده اللي بيخلي الجواز يستمر، انه استحملك، لان هو الجواز طبعا فيه ضغوط. حلوة جدا مقولة امشي بعقلك وخد قلبك، خد قلبك معاك. عشان كده دكتور معتز، يعني تفتكر حضرتك دلوقتي العنف والاستقرار الأسري في البيوت، هل العنف مصدر من الأسرة للمجتمع؟ لا، هو حضرتك السبب في العنف ده حاجات كتير، غياب دور الأسرة، غياب دور المدرسة، تراجع دور التوعوي للإعلام. لأن زمان كانت مثلا أبلة فضيلة، وماما نجيب الله يرحمها في اليمن كانت معانا في الشبكه وانتقلت رحمه الله، ايضا كانت الناس دي مؤثره، كانت مؤثره وكانت بتربي الاجيال. دلوقتي الاسره ما بقت مهتمه بمشاكلها الاقتصاديه، ما عادش في تربيه. كان زمان جلسه الغداء ديت مهمه جدا، ان يعني نعلم الناس، تعلم اولادها حاجه اخلاقيه. فطبعا غياب تراجع دور، واحنا عاملين لجنه من سنه ونص كده عن استعاده دور الاسره والمدرسه والاعلام التوعوي. وعاوز اقول ان الاعلام، وانا كمستشار اعلامي وكده، فرصه ذهبيه لينا ان احنا بدانا نرجع لدورنا التوعوي في كورونا، نرجع بقى في قضايانا الاجتماعيه. ايوه. ايضا انا شايف ان في ايضا لو مكاتب الارشاد دي اتعملت فعلا، دي تقدر تمنع قضايا كتير. يعني احنا مثلا في مصر ثالث دوله في العالم في حالات الطلاق بعد الكويت والاردن. بس اعتقد ده برضو يعني، هل ساعات الطلاق بيبقى حل عشان نبعد عنه؟ احيانا، ولكن ممكن برضو في حاجات نقدر نتداركها. احنا عاملين مبادره لا للطلاق للاعلاميه دكتوره دوله عماد، حالات كتير جات لها ودي قدرت ترجع الناس. احيانا افتقاد الحوار، احيانا تدخل الاطراف، احيانا كثيره جدا. انا شايف ان يبقى في مكاتب ارشاد بيكون فيها ناس ممكن صحه نفسيه، اقترح حضرتك تبقى في مكاتب، واقتراح واضح الدكتوره مهم. يبقى مهم جدا. لا انا بضم صوتي لصوتكم، مهم جدا. بالذات احنا في عصر تمكين المراه، ويعني بندفعها دايما العمل على تطوير ذاتها. معانا مداخله من الاستاذه حنان مبروك، مدربه تطوير الذات والقياديه، معاكم في شبكه اعلام المراه العربيه. نشيطة. اهلا بيكي استاذه حنان. اهلا اهلا دكتور شيماء. كلمينا بقى، ايه اهم العناصر اللي محتاجه تشتغل عليها المراه عشان تطوير الذات؟ الاول انا بحب يعني اقدم لك التحيه دكتور شيماء، وطبعا دكتور معتز يعني بجد يعني نقدم له كل التحيه. استاذنك بس توطي صوت التلفزيون عندك شويه عشان الصوت يبقى واضح، بنحب نستفيد من حضرتك استاذتنا الكريمه. اتفضلي. اوكي. طيب الاول انا بقدم التحيه لحضرتك والدكتور معتز. اتفضلي. طيب السؤال من حضرتك، بتقولي ايه العناصر اللي محتاجاها عمليه التمكين؟ بالظبط. اوكي. الاول هو عمليه التمكين، هي دي الطريقه اللي احنا هو التمكين جميل يا استاذه، بس انا بتكلم الاول على تطوير الذات، يعني ازاي تشتغل على نفسها. ازاي انا عارفه انه حضرتك مدربه تطوير ذات، يعني قبل ما تبقي يعني مشاركه في تمكين المراه وعنصر مهم، تطوير الذات ده بنبداه ازاي؟ يعني امراه قررت ان هي اتفضلي بتبدا من اول لحظه ان هي بيبقى قرار، فكره الاحساس ان هي محتاجه، حاسه ان في حاجه يعني مش قادره تحقق احلامها. أيوة. مش قادره تحقق طموحها. هي دي لحظه الوعي بتاعتها، ان هي بتبقى نفسها اين انت الان.
طب تبدا فين؟ تتحرك بقى ازاي؟ يعني تتجه تبدا لايه؟ تتحرك بقى، بتبتدي. ما هو طبعا احنا عندنا كذا طريقه، في عندنا دلوقتي لو احنا هنستغل الاعلام السوشيال ميديا، او نبتدي احنا نخش في كورسات ونقرا، فدي كلها حاجات بتدعم وبقت متاحه دلوقتي يعني الحمد لله، بقى في كورسات وبقى في زي حضرتك مدربه تطوير ذاتي. طب العلاقه بين التمكين بقى والتطوير الذاتي، عشان المراه تمكن لازم تشتغل على نفسها الاول، على العلاقه طبعا بين احنا عندنا طبعا التمكين وعلاقه الذات دي، انت من هنا بتقدري تبقي مالكه حياتك، انت بتسالي نفسك انا عايزه اروح فين؟ ايوه تبدا، هي دي درجه الوعي الاولى بتاعتك. طيب ايه اللي انا محتاجاه علشان اتحرك ناحيه الهدف ده؟ هنا بقى بنبتدي نقدر نعرف المقومات الشخصيه بتاعتنا. أيوة. فاحنا بيبقى عندنا 7 مناطق نقدر نشتغل فيهم بعلاقتنا بنفسنا. فكره الالتزام بتاعي ناحيه الحلم اللي انا عايزاه، فكره الانضباط ازاي انا فعلا بقدر اشتغل على ده، فكره ان انا اكون عندي نوع من الخفه والفكاهه زي ما بيقولوا كده، يعني ايه ما دقت على الراس بول، فكره ان انا ادور على وسيله دعم تساعدني من البيئه اللي انا اكون محاطه بيها، لان احيانا كتير قوي ان احنا لما بكون اجي اتطور ما بلاقيش حد يساعدني. فكره ان امراه مدربه تطوير الذات دي فكره هايله، وعايزين حلقه بقى مخصوص نقعد بقى نحط البنود ونتكلم فيها. كل الشكر ليكي استاذه حنان، مبروك، واوعدينا بقى بحلقه قريبا ان شاء الله. دكتور معتز، ايه راي حضرتك في دور المسابقات اللي على مستوى الوطن العربي في لم شمل الوطن العربي بسيدات؟ الحقيقه احنا عندنا تجربتين مميزتين. مسابقه الافضل هي بقت براند دلوقتي، اسم كبير، احنا عاملين الافضل ست، كل العام السادس بنعملها. والحقيقه ان انا اتشرفت باشاده شخصيات كبيره جدا في الوطن العربي، مفيش مجال يعني لذكرها، لكن اقول لك بعض النماذج. ملك البحرين اشاد بالمسابقه جدا واساد باختياراتنا، يعني بتنظمه مستوى على مستوى الوطن العربي 35 مجال للمراه. وقد تحجب في بعض المجالات، اشاد بينا السيد محمد ولد محم وزير الثقافه الموريتانيه، اشاد بينا نادي المراه الافريقيه، المجلس العربي للاخلاق والمواطنه، حاجات كتيره جدا. انتم مجمعين بجد سعي هام، وبنعمل حفل كل سنه. احنا كل سنه بنعمل 3 حفلات يعني، لكن السنه دي عملنا في 10 ديسمبر الماضي احتفاليه، لان بعض اللي فازوا ارسلنا لهم الاوسكارات والشهادات التقدير عشان ظروف الطيران يعني. وبنعمل مسابقه برضو الامهات والجدات والطالبات المثاليات، ما خليناش الامهات بس، الجده لها دور برضو، يعني الجده زمان كان لها دور مهم جدا في التربيه طبعا، بتدي تجربه طبعًا. دلوقتي الدور ده شبه اختفى عن النظام، زمان كان غير دلوقتي، برضو الطالبه المثاليه. واحنا ان شاء الله باذن الله في الاسبوع الاخير هنكرم الفائزات في الفروع الثلاثه باذن الله. فاحنا بنحاول نقول المسابقات دي نبرز الشخصيات الناجحه، وفي لجنه تحكيم مكونه من 7 دول من 10 شخصيات هي اللي بتشوف السيره الذاتيه وبتشوف الانجازات، وبالتالي ده نوع من التكريم للمراه، لان فعلا المراه السنه دي هنضيف بقى على الامهات المثاليات غير الاوسكار وشهاده تقدير قلاده ماما نجيبه تكريما وتخليدا لذكرى. الحقيقه فعلا يعني عمل على مستوى كبير، ويعني دول كتيره وعمل يعني بيجينا من بره 18 دوله كمان، بيجينا من نساء العربيات في اوروبا بيجينا برضو. ماما يعني دلوقتي لو رحنا ناحيه ماما نجيبه الميداليه، ميداليه ماما نجيبه حديد. أستاذة أمنة، شايف حضرتك المرأة وصلت لغاية فين؟ يعني قدرت تحصل على حقوق كتيرة في الفترة الأخيرة ولا لسه قدامنا بدري يعني؟ يعني هو في المرأة طبعا تحصلت يعني على كثير من الحقوق زي ما شرت في البداية، ولكن لا تزال يعني لا تزال نسبتها لسه الطريق في الضيق. أنتوا بقى في شبكة أعلام المرأة العربية، احنا نحاول أن نلعب دور كبير في التوعية، في إيصال يعني كيف من خلال الشبكة إيصال كثير من النساء العربيات إلى مواقع صنع القرار، من خلال دعمنا للمتقدمات في البرلمان أيضا. لدينا 3 سيدات وصلوا البرلمان، وصلنا في البرلمان وحلو بدعم من الشبكة يعني. زي ما قلنا النهاردة أنه في أخبار مفرحة زي الحاج بتقولها، وزي سيدة الرئيس لما دعا لمشاركة المرأة في الدولة. برضو بنروح يعني عشان ما نتغفلش عن بعض السلبيات زي التحرش. دكتورة هالة، يعني بعض الناس بتتعاطف مع المتحرش، فكرة انه مريض اصله، ما كانش عارف اصله، ما كان خارج عن شعوره. لا، هو من جهة هو مريض سلوكي ولا نفسي؟ ما هو السلوك بيجي من ايه؟ من نفسي، من الفكر. انا لسه كنت بقول هو سلوك البني ادم جاي من افكاره ومشاعره، فبيطلع سلوك. فلو افكاره دي مريضة
طب يعني هو مريض لدرجه ان هو غير مسؤول عن تصرفاته؟ يعني لا اكيد مسؤول. مش لدرجه ان هو غير مسؤول عن تصرفاته طبعا. ويجب ان يحاسب ويحاسب بعنف شد العنوان طبعا. لانه هو اصلا كمان العنف ضد المراه مش بس في التحرش ده، في انواع يعني قولي التحرش او العنف الجسدي او الجنسي حتى صعب وله عقوبات في انواع ثانيه. انما العنف النفسي صحيح، العنف السلبي صحيح، العنف السلبي اللي هو ايه، انت متجوزه حد مش موجود ده عنف سلبي. طب ما هو انا اتكلمني، العنف النفسي ممكن يموت العنف النفسي. الامم المتحده فعلا ملوش عقوبات، صح، قالت ان العنف النفسي يعني ملوش، ما تقدريش ترفعي قضيه، لا حاجه مش ملموسه، بيعوق حركه المجتمع بيكسرها مثلا اذا كان اب او اخ او زوج، انا مش بتكلم او مدير في العمل وفي تحرش برضو في العمل يعني. أيوة. المدير نفس القصه، هو اللفظ في حد ذاته منع الترقي، منع الترقي طبعا، تمييز، منع الترقي للمراه في العمل طبعا، القضايا اللي لازم نفضل وراها، الرواتب كمان، وفي الرواتب، ففي انواع عنف كتير قوي. انما لا طبعا المتحرش هو مسؤول، مسؤول عن طبعاً مسؤول عن تصرفاته طبعا، ويجب ان يعاقب اشد العقاب. هو بيروح على اضعف حلقات المجتمع، لكن في بعض الدول الطفله بالظبط يعني انا لاقي اتفضلي يا استاذه امنه، لكن في بعض الدول يعني بيحاولوا ان يقطوا على التحرش، على ما بيعلنوش، يقول لك هذا ويعتبروها فضيحه. وانا انا من هنا من هذا المنبر أوجه يعني أنه لازم التحرش، العلاقات اللي غير يعني والشاذة هذه اللي يقوموا بها ضد النساء، ضد الأطفال، أن يتقدموا. نحن مستعدين نوقف معهم من خلال المستشارين القانونيين، من خلال التوعية، من خلال أيضا النفسانيين اللي موجودين، نقدم كل الدعم للأسر هذه إلى أنها تتقدم، إلى أنها يعني ترفع قضيتها، ونعطيها المحامين. وانتم متاحه عندكم يا دكتور؟ ايوه والله موجود، لنا تجارب هذا يعني مثلا في تجارب المغرب حصل، تجارب لنا تجارب اتحاد النساء اليمن انا شايفه دكتور مستشار القانوني كمان مستشارين معانا، مستشارين كشبكه معانا ايضا في في اعمالنا كمان مظبوط في اليمن كمان، رئيس اتحاد نساء اليمن ابين وشخصيه كبيره ومتواجدين في كل مكان. انا عندي تجربه في المغرب والمغرب حليمة. وعندكم كمان خبيرات في التعليم معايا مداخله من الاستاذه دعاء عبد النبي، خبيره التعليم والقياديه بشبكه اعلام المراه العربيه. اهلا بحضرتك استاذه دعاء. اهلا بيك يا دكتوره شيماء، ازي حضرتك عامله ايه؟ جميع يعني القيادات شبكه اعلام المراه العربيه لهم ادوار فعاله في كل مجالات. خبراء التعليم زي حضرتك تعاملاتهم مع الطالبات، يمكن هم بيرفعوا لنا هذا الملف بتفاصيله. الطالبات دلوقتي زي زمان يا استاذه؟ الو ايوه فندم، التعامل حضرتك عن قرب مع الطالبات المصريات في مجال حضرتك اللي هو التدريس للطلبه والطالبات، هل لسه الجيل الجديد من الطالبات زي الجيل بتاعنا او ما قبله؟ لا طبعا اختلف طبعا دكتوره شيماء، هناك اختلاف كبير جدا بين اراء الاجيال من جيل لجيل. يعني احنا جيلنا جيل السبعينات والثمانينات، جيل الابيض والاسود، جيل عشق الفنون الجميله القديمه، والأنشطة. غير جيل دلوقتي، جيل دلوقتي ماشي بالتكنولوجيا والثقافه. هي الانشطه في المدارس عامله ايه يا استاذه دعاء دلوقتي؟ غيرت فيهم حاجات كتير شكل كبير بين الاجيال السابقه والاجيال الحاليه نتيجه التطور التكنولوجي والعلمي، غير في اسلوبهم كتير، في طريقه تفكيرهم، عايزين كل حاجه بدماغهم هم. يعني طب الست المصريه محتاجه ايه يا استاذه الست المصريه من رايك، والبنت المصريه محتاجه ايه عشان تبقى حياتها احسن من وجهه نظرك كتربويه؟ البنت المصريه محتاجه توعيه اكتر، محتاجه ان احنا نرجع تاني دور الاسره والمدرسه والاعلام التوعوي، ان احنا نوعيها من ناحيه مبادرات. طب عملتوا مبادرات ايه توعويا من خلال شبكه اعلام المراه العربيه؟ عملتوا حاجه لكم سابقه في حاجه زي كده؟ عملنا معانا ليها سابقه طبعا، لجنه استعاده دور الاسره من سنه ونص، وليله طلاق، تعليم كمان،
كانت هايله جدا جدا يعني، وجابت صدى كبير جدا. وفعلا انا بطالب كمان ان احنا ننفذها، مش نكتفي بيها بس كشبكه اعلام المراه العربيه، لا انا بطالب ان احنا معانا دكتور معتز دلوقتي ولجنه استعاده رئيس دور الاسره والمدرسه المستشار الدكتور معتز. بنشكرك يا استاذه دعاء عبد النبي خبيره التعليم والقياديه بشبكه اعلام المراه العربيه التطبيق على الارض. احنا في حاجات تخصنا احنا طبقناها، زي مثلا حضرتك كتبت على جوجل القائمه السوداء للالعاب الالكترونيه الخطره، هتطلع لك القائمه بتاعتنا. عملنا مبادره الطالب المنتج، عملنا حاجات كتير. الحاجات اللي المنتج في المدارس نفذناها في ثلاث دول. لما نعوز نعمل بقى حاجات خاصه بالوزارات بنخطر الوزارات. هو الحقا بس الكلام السابق عن موضوع طبعا في تعاون اكيد من الوزارات مع طبعا يعني جدا على موضوع التحرش. الاستاذه حليمه اشغوغ هي معانا في المغرب عضو المجلس الاستشاري، كان في حاله تحرش بطفل واغتصابه وكده في المغرب. فالحقيقه هي تواصلت مع الجهات المختصه في مدينه الصويره، واحنا تواصلنا مع النيابه المغربيه وتم القبض على الجاني ونشرنا شكر النيابه المغربيه، وبقى في تعاون دائم يعني. وهكذا احنا من خلال بتعينوا من فكره اللي هو وصمه العار للناس يعني السيدات طبعا لم نعلن عن اسم هذا الطفل ولا حتى الطفله المغتصبه ايضا اخرى في المغرب برضو لم نعلن عن اسمها ولا صوره مامتها حتى. بس كويس الناس بدات حتى تتوجه الان. مشكلة حضرتك انه المتحرش هو قاصد ده، هو عارف انه السيدات هتسكت، هيخافوا على سمعتهم، هيخافوا على شكلهم، فهو بيستغل ده. انما لو فعليا كل حد تم التحرش بيه يقول ده ويرفع قضيه ويعمل مشكله، شويه شويه هم هيبطلوا. بالضبط، لازم، لان هو بيعتمد على نقطه يعني الضعف. شبكات ومنظمات بتلعب دور يعني بتتحرك على الارض وبتتحرك في كل مكان وبكل الخبرات والمتخصصين تحت قياده حضرتك يا فندم. اعتقد انه يعني لازم الثقافه تختلف وتاخدي حقك يعني العالم ما عادش زمان، احنا بقينا قريه صغيره، اللي بيحصل في اي دنيا احنا عارفين، ما ينفعش بيحصل في بيتي اخبيه. مظبوط، عشان تعرفي تاخدي حقك. كنت اتمنى ان الوقت يبقى معانا يعني اكتر من كده، لانه واضح ان الشبكه شغاله في عندنا كل حاجات مكان والله في التمكين وفي كل المجالات في تمكين المراه وفي الذات والخبره دور الاسر الان كيف تحولوا يعني من ان الان هي المراه الان ترأست كثير من الاسر كثير من الاسر باعتبار انه الحرب والنزاعات يعني. وجهنا بقى نداء للمراه اليمنيه من مصر بشكل خاص، عايزه تقول لها ايه والمراه العربيه بشكل عام؟ الان المراه تصمد يعني، وانا اتمنى كمان من دولتنا ومن قيادتنا ان يهتموا بقضايا النساء. وهذا العام عام النساء، نحن اللي اعلنا عنه في اليمن، والان هي المسيرات وكلها مسيرات سلميه، ونطالب بحقوقنا، حقوقنا المنزوعة التي انتزعت خلال الحرب إن شاء الله أن ترجع. وأيضا أتمنى من كل الأسر أن تلعب دور كبير في التوعية، أيضا الإعلام أن يلعب دور كبير في توعية الناس بالدفع بهم، أيضا التمكين يا رب. الآن يا عندنا التمكين الاقتصادي من خلال المساحة، التمكين ده عايز حلقة، طبعا دراسات، وأيضا وعايزين الخبراء السياسي. زي دكتورة هالة خبراء التنمية البشرية دورهم، وجه لنا رسالة للمرأة. والله أنا بقول للمرأة العربية لازم تبقي واثقة من نفسك، ولازم تبقي عارفة ان انت اساس المجتمع. انت اللي بتطلعي الرجالة اللي ممكن يأذوا المرأة. فانت ارجوكي ربي رجل، صح، ما تربيش ذكر. صح، هو ربنا خلقه ذكر، صح، بس انت دورك انك تربيه رجل في البيت يعني، وتربي بنتك انها انثى، بني ادم، بني ادم. أيوة. وانثى مش أيوة. مجرد هي المساواة يعني في الأسرة، بس لازم بس خادمة في البيت أو حاجة ملهاش لازم. لا، أنثى إزاي تعامل جوزها، إزاي تربي ولادها، إزاي تبقى راجل وهو مش موجود وانثى وهو موجود. يا فندم يعني انت دكتور معتز، رساله حضرتك يعني بصفتك انا دخلت عملت الشبكه دي لاسباب شخصيه، ان جدتي كانت حبيبنا الله يرحمها في المراه. حلو قوي. وان انا من خلال كنت موجود في لجنه القطاعيه بين الامم المتحده والجامعه، ولقيت ان عدم اظهار نجاحات المراه، فاسست هذه الشبكه. وكنت فاكر ان انا يعني حد السيدات الكثير اعطيتهم، ولكن اخذت منهم وتعلمت منهم. وكلمه واحده اخيره حلو قوي يعني
كانت اخذت منهم وتعلمت منهم بجد وجدتي. من اللي انقذ الاوطان؟ الاوطان اللي كانت مهدده بالانهيار والدمار، من اللي انقذها؟ من خرج في الثورات التي استعادت البلاد من بعض الجماعات الارهابيه؟ هي المراه. كانت في طليعه هذا فعلا عند النقطه دي صحيح. المراه ودورها في طليعه المدافعين عن الاوطان، محاربه الارهاب. كلمتك الاخيره بقى للمراه العربيه. انا بشكرك جدا وتعلمت منك الكثير جدا، وانا فخور ان انا بقى مع المراه العربيه والله، واضافت لي الكثير جدا. واللي انت كنت فعلا في طليعه الدفاع عن الاوطان، انت ضحيه لبعض الارهاب، وانت من خلصتي الاوطان العربيه في طليعه من خلصنا من الارهاب. الشكر لحضرتك يا دكتور، وكل الشكر لقيادات شبكه اعلام المراه العربيه، وبنشكر كل ضيوفنا، الكاتب الصحفي الكبير دكتور معتز صلاح الدين رئيس شبكه اعلام المراه العربيه، استاذه امنه محسن الامين العام السابق المساعد لشبكه اعلام المراه العربيه، يتكرر يعني ان شاء الله تنورونا. ودكتوره هاله سكر خبيره التنميه البشريه وعضو المجلس الاستشاري بشبكه اعلام المراه العربيه، نورتونا ووعدونا بلقاءات جداً. كثيرة وإنجازات. نحيي برنامجك وظهورك القوي وثقافتك المرأة. أيوة، أعزائي المشاهدين، كانت حلقة عن اليوم العالمي للمرأة، نورتونا وأسعدتونا، إلى اللقاء.